السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم واهلا وسهلا بكم. معكم زياد هادي استاذ آلة العود والنظريات من العراق، شرف لي الكبير. واليوم التقيكم بفيديو، كثير من الاخوان يسألوني انه بخصوص انه ما يعرف شلون ينتهي او يبدي بالعود وما يعرف شلون. زين، عندنا دورة أونلاين طبعاً، 8 محاضرات بالشهر أونلاين مباشر، وعندي أذهب إلى بيت الطالب في بغداد، موجود رقم الواتساب أسفل الفيديو. الحقيقة أنت ما تبدي تعرف ليش، لأن أنت أساساً المفروض تعرف المقامات. أول ما تعرف لازم تعرف السلالم كلها. أنت المفروض حافظ هذا عجم، ترجع بيات ما يعرف لأنه ما حافظ المقامات، بينما نسب العجم راح أبدي عجم. وين القضية؟ شفتوا وين القضية؟ القضية يم أنت لازم مو إحنا مشكلتنا بالتمرين. قلت لكم الأخوان كلهم مستعجلين، اللي يريد يتعلم عود يتعلم لازم جمل جمل، يتعلم السلالم أول مرة حتى تقوده إلى أنه يقدر يقسم، وبالتالي راح يكون التقسيم ضروري. من خلال ما عرف التقاسيم راح يدرس عن طريق الأستاذ، الأستاذ شرح علمه كيف يقدر يحول بين مقام مقام. يعني أنا عندي طلبة مثلا عن طريق الأونلاين أو غير الأونلاين، أفهمه أقول له أنت بالمقام تعرف كيف تحول من مقام إلى مقام. المشكلة مالتنا شنو؟ إنه الأشخاص يريدون ما يريد يتعبون نفسهم، فشي يقول لك أنا أريد رأسا أعزف الأغنية الفلانية. زين، طيب تريد تعزف الأغنية الفلانية، عوف التقاسيم وعرف أنت وين، مرن ريشتك وصابعك حتى من تقدر تعزف الأغنية تعزفها صح، أو مع الإيقاع حتى تقدر تتمرنها. المشكلة ما فبالنسبة للتمرين، يكون تمرينكم أقل شيء ساعتين في اليوم، لأن أنت تشوف نفسك إذا ساعتين وصل الزين مدة أسبوع اتركها يومين ثلاثة أيام، شوف هسه من ترجع له وترجع مو هالقد بعد إنه بترجع. ليش؟ لأنه قضيته مو هينة، التمرين ثم التمرين. تحياتي لكم، رقم الواتساب موجود اسفل الفيديو، فاللي يريد يحب يشترك او اللي يريد يحب عنده في قضية معينة حاضرين وبالاشتراك، واهلا وسهلا بكم. تحياتكم، مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.